شداد وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم وفتحت السماء كانت أبوابا مصيرة الجن فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقوا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فجاءوا وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وقل إن أعطيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين فاز حدائق وأعنابا والكواعب أترابا بأسا دراقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رجاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ ربه مهابا إنا أنظر عذابا قريبا يوم أنظر المرء ما قدم